يوجد لدينا ما يقارب 200 إصابة في المستشفيات، وهذا خير دليل على نجاعة وفعالية التطعيم. جل هذه الإصابات المدخلة إلى المستشفيات هي من غير المطعمين، يوجد لدينا فقط حالة واحدة ممن لم يتلقوا التطعيم، وهذا يدلل على أن التطعيم يعطينا فعالية كبيرة جدا في الحد من ظهور الأعراض والحد من دخولنا إلى المستشفيات.